عينان تعيدان المعركة. كان عبد الله بن جحش يهد الوثنيين ببسالة حتى تصدى له وثني شديد تغلب عليه فخر شهيدا، ثم أقبل الوثني يحدق برأس الشهيد فقطع أنفه وأذنيه وعلقهما بخيط، وكأنه يحقق له أمنيته حين دعا: اللهم ارزقني رجلا شديدا حرده، شديدا بأسه، أقاتله فيك ويقاتلني، ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدا قلت: يا عبد الله، فيما جدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي رسولك. فتقول: صدقت. لم يتعرض عبد الله وحده للتشويه، فقد تراكض الهمج بحقد نحو أجساد الشهداء حمزة ومصعب وابن النضر وغيرهم، يشوهونهم، يبقرون بطونهم، يقطعون أنوفهم وآذانهم ويعلقونها. كانت ساحة من الإحباط والهزيمة، لكن الفشل لم يدم. فجأة رأى كعب بن مالك شخصا قد تلونت خوذته بالدم من نزف رأسه، اقترب منه فتأمل عينيه تزهران وتشعان من خلف القناع الحديدي الذي يسمى المغفر، فنادى بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أبشروا، هذا رسول الله. لم يقل صلى الله عليه وسلم له شيئا، بل أشار إليه إشارة تأمره بالسكوت. سكت كعب، لكن الصحابة سمعوا الصرخة فعادت الروح إليهم وتوجهوا نحو مهوى الأفئدة وقرة العيون، فوجدوه جريحا منهكا من العطش حتى جعل يقع على ركبتيه، فلما رأوه فرحوا كأنما كسبوا المعركة، التفوا حوله لينظمهم، ليجبر كسرهم ويجمع شتاتهم، ثم نهضوا به نحو الشعب ليستريح. وكان أول من وصل إليه من رجاله أبو بكر وعمر وعلي وطلحة والزبير والحارث بن الصمة في رهط من المسلمين، ثم أسندوه ليرتاح. وفجأة أقبل الطاغوت أبي بن خلف شقيق أمية بن خلف، فرأى تلك الحفاوة تتجه نحو الشعب فصدم، أدرك أن محمدا لم يمت، فجن جنونه وأقبل يصرخ من بعيد: أين هذا الذي يزعم أنه نبي؟ فليبرز لي، فإنه إن كان نبيا قتلني. ثم نادى: يا محمد، لا نجوت إن نجوت. هنا قال الصحابة: أيعطف عليه يا رسول الله رجل منا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه، أعطوني الحربة. فقالوا: يا رسول الله، وبك حراك؟ فقال: إني قد استسقيت الله دمه. تحامل صلى الله عليه وسلم على جراحه ونهض فتناول الحربة من صاحبه الحارث بن الصمة،
ولما اقترب الطاغوت على جواده شد صلى الله عليه وسلم على حربته بقبضته، ثم أرسلها قذيفة طوحت بأبي ليرافق أخاه في الجحيم.